اكتشاف يورانيوم مخصب بنسبة 84% في موقع نووي من قبل مفتشين دوليين، ماذا يعني أو ما خطورة ذلك؟ شكرا لاستضافتي في برنامجكم. بالنسبة للتقارير التي تخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما تم اكتشافه من وجود تخصيب لليورانيوم في إيران، فهذا هذه النسبة قد زادت إلى حوالي 84%، وهذا أمر ملحوظ جدا وله تداعيات كثيرة، لأن هذا التخصيب لليورانيوم بتلك النسبة قد يساعد إيران أن تستخدم هذه النسبة في إنشاء أسلحة نووية، وهذه أول مرة تصل فيها النسبة إلى هذا الحد ويتم اكتشافها في إيران. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن إيران تنتج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، ولذلك فإن إيران إلى الآن قد خصبت اليورانيوم أكثر من 60%، وهذا يمكنها من استخدامها في صناعة الأسلحة، وهذا الذي يدل عليه هذا الاكتشاف، وأنه ذو أهمية بالغة، كما أن لإيران الآن القدرة الكاملة أن تستخدم هذا اليورانيوم في الأسلحة. والأمر الثاني هو التقرير الذي يقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران قد زودت من نسبة اليورانيوم لديها، وقد زاد التخصيب ما يزيد عن 60%، وهذه الكمية الكبيرة من اليورانيوم التي بحوزة إيران تشير إلى أن إيران إذا أرادت أن تصنع الأسلحة النووية فإن بمقدورها أن تفعل ذلك، لأنها قد تبلغ إلى نسبة 90%، وهذه النسبة تمكنها من استخدامها في وجود قنبلة نووية أو أسلحة نووية. هذه هي أهم الاكتشافات التي وصلت إليها التقارير إلى الآن. وأيضا هناك شيء آخر، فالتقارير أظهرت أن إيران تستخدم المواد التي تساعدها على إنشاء سلاح واحد نووي، وهذا له مغزى كبير جدا، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أكد في اللقاء له في هذا الشهر أن 90% من اليورانيوم بالنسبة لإيران هو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل. تمام، وضحت فكرتك.